السلام عليكم. أنا أحمد خطاب، شغال هنا في المستشفى من 7 سنين تقريبا. النهارده إن شاء الله في جزء من سلسلة المحاضرات بتاعت الإدمان هتكلم عن المالتي ديسيبلينري تيم إن أدكشن. الحمد لله أنا نطقتها صح، أنا قعدت أدرب نفسي على العنوان ده بقالي كتير جدا. أنا مش حابب أتكلم بس عن الموضوع ده في الادكشن بس، اللي هو الحقيقه احنا كسايكايتريست ده جزء من شغلنا، وده الشكل اللي احنا المفروض نتعامل بيه مع الحالات بتاعتنا في المانجمنت كفريق متكامل. هو كلمه مالتي ديسيبلينري ديت معناها متعدد التخصصات. تمام، احنا في السايكايتري وكلنا عارفين لما بندرس سايكولوجي او سايكايتري في حاجه، او في الطب بشكل عام في حاجه اسمها الباثوجينيسيس. اوكي، احنا عندنا في جزء في السايكايتري لسه في بقعة مظلمة في هذا العلم، بنعتمد بشكل كبير على الثيوريز في تفسير المرض بتاعنا، ما عندناش كوزز واضحة لكن عندنا فاكتورز، وبالتالي لما بنيجي نتعامل مع المريض في المانجمنت ما بيبقاش عندنا غير موداليتيز، يعني مجموعة من الموداليتيز احنا بنشتغل عليها عشان نوصل للمانجمنت المظبوط، نعمل مانجمنت بلان مش مجرد ان احنا بس بندي ادوية. عشان كده احنا لان احنا عندنا فاكتورز كتير، فاحنا بالتالي محتاجين فريق يقدر يتعامل مع كل فاكتور من فاكتورز دي. تمام، الطب النفسي هو سيندرومز، مجموعه من الاعراض ومجموعه من الكوزز. نفس الفكره في الادكشن. تمام، الادكشن او سبستنس يوز ديس اوردر زي ما مكتوب involves circuits responsible for reward, motivation, behavioral control, learning, memory. دايما واحنا بنتكلم مع مرضى الادمان بنقول لهم ان الادمان ده سلوك. تمام، لما بنيجي نذاكر سايكولوجي ونبدا ندرس السلوك البيهيفير ده بنعرف ان البيهيفير ده بيتكون بطرق مختلفه. تمام، منها الميموري، learning، motivation. اللي يذاكر منكم السايكولوجي هيعدي على كل شابتر في الكتاب ده وهيلاقي ان كل شابتر بيربط نفسه بالتاني. الليرنينج بتاعك هو اللي بيعمل الميموري، اوكي، والميموري بتاعتك بتاثر على الليرنينج. اوكي، الليرنينج ده هو اكوزيشن اوف بيهيفير. فالادكشن نفس الفكره، هو بيهيفير حصل له اكوزيشن بطريقه معينه. اوكي، الطريقه ديت داخل فيها الحاجات دي كلها. فبالتالي احنا لما بنيجي نتعامل مع المريض عشان نعمل مانجمنت فاحنا لازم نغطي الجزئيات دي كلها، لان حتى التبطيل او العلاج هو ليرنينج. احنا بنغير البيهيفير بتاعه من بيهيفير الادكت، تمام، لبيهيفير مختلف خالص اللي احنا بنقول عليه الشخص النورمال. تمام، اذا صح هذا التعبير ان في حاجه اسمها نورمال. اوكي، اذا احنا لما بنيجي نبص على دي كده مقولة للـ National Institute of Drug Abuse: While the path to drug addiction begins with the voluntary act of taking drugs, over time, a person's ability to choose not to do so becomes compromised, and seeking and consuming the drug becomes compulsive. Right. كلمة كومبالسيف دي بس انا عايز اعلق عليها انها يعني احنا ممكن بنقراها كمان في الاو سي دي اللي هي اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. تمام، وده بينقلنا النقطة برضو انا مش هتكلم فيها بالتفصيل، بس فكره النيورو ساينس بتاعت الادكشن. تمام، ان الادكشن بيتحول مع الوقت ان ده يبقى كومبالسيف. في عندنا ريورد سيستم. تمام، الريورد سيستم ده لما بيحصل له اكتيفيشن بيخلي الشخص ان هو محتاج ياخد الدراج ده مره ثانيه. اوكي، وفي ناس بتتعامل في علاج الادكشن بنفس التكنيكس بتاعت الاو سي دي، ان ده بيهيفير كومبالسيف بيهيفير واحنا محتاجين ان احنا نعالجه. ليه احنا محتاجين التيم ده؟ لان بس مش عشان بس المرض بتاعنا مالتي مودل ومالتي فاكتورز، لا احنا كمان ممكن يبقى عندنا كوموربيديتي الادكشن مع حاجه سايكوتيك او مريض او حاجه سايكايتريك ديس اوردر. تمام، ده الديوال دايجنوزز. احنا المفروض ان احنا عندنا هنا في المستشفى قسم الديوال دايجنوزز. تمام،
بقسم دي وال دايجنوز ان احنا بنتعامل مع الحالات اللي بيبقى عندها كوموربيديتي ادكشن مع سايكايتريك ايلنس. تمام. فبالتالي ده برضو حاجه بتعزز فكره ان احنا ليه محتاجين مالتي ديسيبلينري تيم. Addiction goes beyond mental and physical illness. الادكشن زي اي مرض عندنا او اي مرض نفسي عندنا، وانا زي ما قلت انا حابب ان انا اتكلم بشكل عام اكتر من ان انا اتكلم بس عن الادكشن، ان بيبقى له افكت consequences نتيجه المرض ده. Emotional, mental health, education, career opportunity, personal relationships, legal standings, behavior issues. في كلمة كده بنسمعها في بيقولوها مرضى الإدمان، أنا جبت طاعة، جبت طاعة مادي، جبت طاعة اجتماعي، جبت طاعة في الشغل. تمام. ده تعبير دارج هما بيستخدموه للتعبير عن الكونسيكونسز اللي هما اللي هي حصلت لهم. وأحيانا لما الشخص بيجيب الطاعة ده أو بيوصل لل upper limit من الإفكت اللي حصل على حياته، دي بتبقى الفرصة إن هو يبطل. لكن عشان نساعده فاحنا محتاجين ان احنا نرجع له كل الحاجات دي. تمام. محتاجين ان احنا نساعده في الشغل. تمام. نساعده في التعليم بتاعه. ده شكل النموذجي يعني. تمام. بعض الاماكن هنا بتعمل ده، يعني مثلا في اماكن برايفت مثلا بتوفر للشخص اللي مبطل عندهم فرصه شغل. واكيد في حضراتكم اشتغلتوا في اماكن برايفت كتير، ممكن تلاقوا اللي شغال في الحسابات اكس ادكت، اللي شغال مشرف وده بنشوفه كتير اكس ادكت. تمام. الاماكن ساعات هي اللي بتسعى انها تعمل ده. تمام. وده جزء من الريهابليتيشن بيحصل، والمفروض ان ده حتى يحصل على مستوى المريض النفسي بشكل عام مش الادكشن بس. تمام. ويمكن هنا عندنا في المستشفى بدا موضوع اللي هو الكوميونتي، ان احنا يبقى عندنا طب مجتمع. تمام. يبقى نقدر نساعد المريض بره المستشفى، كان ان احنا نوفر له مكان للاقامه، ان احنا نقدر نوفر له اماكن للشغل. وكان في محاولات بالشكل ده، كان في قبل كده لو عارفين طبعا فرانكو بازاليا، مركز فرانكو بازاليا. مركز فرانكو بازاليا ده كان معمول بدعم من ايطاليا، كان برنامج المفروض يتعمل على عده مراحل، كانت مرحله منه هي المركز بتاع فرانكو بازاليا ده ان هو طب مجتمع. المريض مش هيقعد جوه المستشفى بشكل دائم، لا احنا ممكن نوصل له الرعايه لحد البيت من خلال كامبينز بتروح بتعدي على البيوت. المرحلة الثالثة كانت من المشروع ده ان كان يتعمل مصانع الناس تشتغل فيها. المرحلة بقى الثانية اللي هي ما بين دي ودي ان هم بدأوا يدربوا الناس في مصانع بالفعل. تمام. وكان البرنامج ان احنا هندرب الناس في المصنع بتاعك، واحنا وانت مش هتدفع اي مرتب، يعني صاحب العمل انت مش هتدفع للمريض النفسي اللي عندك ده اي مرتبات خالص، احنا اللي هندفع المرتب ده من عندنا. ولو الراجل اداؤه كويس معاك في خلال السنه ديت انت ممكن تشغله عندك، او على الاقل تديله شهاده خبره ممكن يستعين بيها بعد كده. ده جزء بتاع الكوميونتي. تمام. اللي المفروض يتعمل، لكن للاسف احنا كنا واخدينه بشكل دعم من بره، لكن الموضوع ما استمرش يعني من خلال حتى الامانه، هو استمر من خلال جمعيات خارجيه من بره. احنا في المستشفيات النفسيه عندنا في مشكلة كده، كونفليكت كده، حابب اتكلم شوية ارجع لورا في التاريخ بتاع شغل الادكشن. احنا مستشفيات النفسية تابعة لوزارة الصحة، اذا مين المسؤول عنها؟ هم الاطباء. من سنين طويلة يمكن حتى قبل ما انا اشتغل في المستشفى بدأ يخش موضوع فكرة ان يبقى في عندنا ثيرابيست واكس ادكت يشتغلوا معنا. تمام. وكان الموضوع ده عامل صراع، لا الموضوع بتاعنا ولا بتاعهم. اوكي. مفهوم التيم وورك ده حتى الان لسه في مرحله النمو، هو صحيح الوضع حاليا مختلف عن زمان، لكن لسه مازال شغلنا كتيم في بعض القصور. تمام. موضوع السيلف هيلب جروب ودخول الثيرابيست في الاكس ادكت ده موضوع جديد علينا، بقى له تقريبا يعني 10 سنين او حاجه. حاليا هو منتشر في اماكن كلها، لكن لسه ما اكتملش. اوكي. ان احنا بس محتاجين اكتر من ممبر في الموضوع ده. فكان زمان طبعا في صراعات، وحتى الان ممكن يحصل صراعات في الموضوع بتاع السايكايتريست ولا بتاع الثيرابيست، وبيحصل صراع في الشكل ده.
فمهم بالنسبه لنا ان احنا لو طلعنا من المحاضره دي ان احنا محتاجين نشتغل كتيم ورك، دي تبقى نقطه مهمه جدا. بس هنشتغل تيم ورك ازاي لو كل واحد عارف ايه الرول بتاعه؟ تمام، ودي برضو نقطه لسه الاوتلاينز بتاعتها مش واضحه لناس كتير، فبيحصل ان احنا يحصل تداخل في الشغل، ده اللي ممكن نلاقي فيه مشاكل. دايما تلاقي عندنا في الشغل في مشاكل بين التمريض وبين المعالجين، بين الدكاتره وبين المعالجين، انت ليه قلت المعلومه دي وليه ما قلتش ده؟ تمام، فمهم ان كل واحد يبقى عارف ان هو جزء من المجموعه، تمام، ودوره ايه في كل خطوه، وده اللي احنا هنتكلم عنه. احنا عندنا مراحل في الشغل بتاعنا، فارماكوثيرابي، وده اللي احنا بنعمله في الديتوكس، مرحله الديتوكس في مرضى الادكشن، اللي هي اعراض الانسحابيه، والمريض ساعتها بيبقى محتاج الادويه، وده بيبقى دور السايكايتريست بشكل اساسي. لو بصينا، انا لما قريت الحقيقه في الموضوع ده وانا بحضره، لقيت ان كمان الموضوع ده اصلا مش بتاعنا. في حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن سبيشالست، تمام، واحنا هنا في مصر اللي بنشتغل الموضوع ده، لكن الحقيقه ان في حد مفروض هو سبيشالست في الديتوكس، تمام، احنا مش دورنا موضوع ديتوكس، لكن احنا هنا في مصر بنعمله. عشان كده لما قريت في اكتر من بيبر لقيت ان هم الحقيقه مش مضايقين الموضوع قوي، قالوا ان الموضوع مختلف من مكان للتاني على حسب امكانيات كل مكان، انت بتقدر تعمل ايه، والفريق بتاعك بيبقى متكون من ايه. مرحله الفارماكوثيرابي دي اللي احنا بنعملها في الديتوكس، السايكوسوشيال والسايكولوجيكال انترفينشنز والسيلف هيلب جروبس. اوكي، سايكوسوشيال والسايكولوجيكال ده اللي بيقوم بيها السوشيال وركر اللي عندك في المستشفى والسايكولوجيست. اما السيلف هيلب جروب فدي مجموعات الدعم الذاتي، يعني هم منهم فيهم الادكت والاكس ادكت هم اللي بيعملوها. وفي حتى هو مش موجوده بس الموضوع ده في مستشفيات النفسيه بس، في مستشفيات مثلا زي 57 ممكن يبقى المرضى اللي كان عندهم مشاكل قبل كده والحمد لله تمثل للشفاء بيروحوا يعملوا سيلف هيلب جروب للمرضى الموجودين هناك. بيبقى الهدف منها ممكن يبقى هدف educational، هدف مجرد بس support. هما بيبقوا عاملين زي مجتمع واحد، هما بيشدوا بعض دايما. دايما المريض لما بيقع في اي مشكله وبيحب يشارك حد فبيشارك الشخص اللي هو اكتر واحد مر بنفس التجربه بتاعته، تمام. والحقيقه ان السيلف هيلب جروب دي احنا ما بيبقاش لينا دور فيها، وان كان في بعض الاراء لبعض الدكاتره، لو حد من حضراتكم مثلا دخل امتحانات بعد كده وحد ساله على السيلف هيلب جروب هل احنا المفروض كسايكايتريست نحضرها ولا لا، هو فعليا لا، دي اسمها سيلف هيلب جروب. انا شخص مش ادكت، مش بعاني من سايكاتيك إلنس مشابه للمجموعه ديت، فانا مش من حقي ان انا احضر معاهم، تمام. لكن في اراء بتقول لا ضروري ان احنا نحضر، لان انت ما تعرفش الشخص اللي بيدير الموضوع ده هل هو مدرب ولا لا، هل بيقدر يقدم رساله بشكل كويس ولا لا للمرضى دول. عامه في بعض الناس بتحايل على الموضوع ده، بيبقى في نوعين من السيلف هيلب جروبس، في بتبقى حاجات اوبن في حاجات كلوزد. الاوبن بتبقى مفتوحه ان اي حد من بره المجموعه ديت ممكن يقدر يدخل، تمام، دي موجوده في اسكندريه، في اكتر من غرفه للسيلف هيلب جروبس مفتوحه، ممكن اي حد من حضراتكم لو حابب يحضرها مفيش اي مشكله خالص، بتبقى فرصه بالنسبه لنا حتى ان احنا ناخد فكره عن هذا العالم المغلق. لكن الحقيقه برضو ان هم بيتعمدوا في الاماكن اللي زي كده ما بيقولوش كل حاجه، ان هو بيظل ان اكس ادكت شايفين ان هم مجتمع مقفول على نفسه. اوكي، في مكان في ستانلي، تمام، انا معايا ورقه بالاماكن كلها لو محتاجها، انا لو اي حد محتاج الورقه اللي يعرف بيها الاماكن ديت والاماكن المفتوحه منها وحابب ان هو ياخد فكره ويحضر الاماكن ديت مفيش مشكله، تمام، وهي متاحه عندنا هنا في المستشفى، الورقه دي موجوده مع الاخصائي النفسي، تحضر فيها عادي. في مكان في ستانلي، في اكتر من مكان، منهم واحد في ستانلي، وفي اماكن بتبقى مختلطه يعني ولاد وبنات، وفي اماكن بتبقى بنات بس او ولاد بس، تمام. في ممكن تروح تحضر، اي حد حتى لو مش اكس ادكت ممكن يروح يحضر، يعني يبقى عرفهم ان هو مش فيلو مثلا، مش فيلو وتروح تحضر عادي. والله انا سعيد بسؤالك ده يا دكتور، والله بجد انت كده حسستني ان انا قلت معلومه انت مش عارفها. لا فعلا ما اعرفش. طيب ده في ريفرنس، انا شفت ايه الـ الناس ما هو بيحتاجوا ايه في التيم بتاعهم. احنا عندنا الحقيقه
حاجات كتير من الموجوده دي ما عدا اليوجا مثلا، ما عندناش يوجا كوتشز، ما عندناش لايف كوتش. تمام. هو بيعتمدوا كمان على في الفارماسيست، على الكلينيكال فارماسيست. المفروض حتى هو ده معمول، بس انا سمعت ان هو موجود في مستشفيات الاورام الكلينيكال فارماسيست ده مفعل. انت مش بتحتاج كدكتور ان انت تكتب الدواء بشكل يعني، لا يعني تكتب زي ما احنا بنعمل كده ان احنا نوصف الدواء، لا انت بتكتب الاسم العلمي او كمان تكتب الدايجنوز. تمام. والكلينيكال فارماسيست هو اللي بيحدد الادويه المناسبه للمريض. تمام. احنا ما بنعملش كده الحقيقه، بس ده الشكل النموذجي. المفروض يكون عندنا نيرس براكتيشنرز وعندنا كوميونتي نيرس. تمام. كوميونتي نيرس عشان الكامبينز المفروض ان احنا نعمل بيها فولو اب للحالات بره المستشفى. تمام. فيزيشنز ده موجود عندنا، احنا بنعمل عروضات البطنه وجراحه وجلديه، لكن ده برضو عشان ناكد على المساله ديت احنا بنعمل ده بشكل منفصل. يعني احنا بنعمل ريفير للحاله، المفروض كتيم ورك ان احنا بيبقى في اجتماعات محدده ان احنا بنشتغل كفريق، نقعد كلنا مع بعض ونتناقش في الحاله، ان كل حاله لوحدها ممكن تحتاج هي لوحدها ان احنا نعمل لها تيلورنج للمانجمنت بلان. تمام. سايكولوجيست سايكايتريست، دي النقطه اللي كنت بقول عليها، اللي هي ديتوكسيفيكيشن سبيشالست، لايف كوتش، نيوتريشنست. احنا عندنا الشيف عزت بالله. فيزيكال ترينرز موجود هنا الجيم في المستشفى، انا ما شفتوش ما اعرفش شكله عامل ازاي، بس المرضى بيقولوا الاجهزه مش قد كده. مهم كمان ان يبقى في حد هو المسؤول عن ده. يوجا، وانا يعني انا عملت لها كوبي، هي يوجز ديت يعني اللي هي يعني السبيلنج بتاعها كده يو واي او مش عارف ايه. تمام. فارماسيست وسبورت جروب. انا طبعا مش هتكلم على كل الناس ديت، انا بس يعني هنتكلم على الحاجات اللي ممكن تكون موجوده عندنا او متاحه ان احنا ننفذها عندنا، اللي هو كونسلتنت سايكايتري، سوشيال وركر، سايكولوجيست، اوكيوبيشنال ثيرابيست، وكوميونتي منتال هيلث نيرس. احنا الهيد بتاع التيم. تمام. احنا مسؤولين عن القرار النهائي، لان احنا زي ما قلنا احنا مستشفى نفسيه لاسباب ممكن تكون قانونيه كمان. تمام. مهم ان احنا اصحاب القرار في الاول في الاخر. ليه اسباب قانونيه؟ احنا مستشفى نفسيه، والحقيقه ان الناس اللي شغاله معانا هي شغاله بعقود، ملوش حق ان هو ياخد قرارات بشكل واضح. تمام. صحيح ده الشكل القديم، بس احنا مضطرين له عشان القانون دي ما بيسمحلناش بحاجات اكتر من كده. تمام. ويسمح لهمش بحاجات اكتر من كده، وفرصة ان محدش، لان الامور ما بتبقاش واضحة احيانا، واحنا بنشوف ده في البرايفت ممكن حد يتجاوز ان هو ينفذ دواء للمريض بس. تمام. وان عشان برضو التيم مش واضح ان احنا بنشتغل كجزر منعزلة. تمام. فانت كسايكايتريست انت المسؤول في الاول في الاخر عن التيم، لان احنا في مستشفيات تتبع لوزارة الصحة بشكل او باخر حتى لو برايفت. اوكي. لكن مهم ان احنا لما بنشتغل كتيم ورك زي ما قلنا يبقى دايما في اجتماعات مع الفريق، كيس ستادي لكل حاله، نتناقش في الحاله ديت، لان كل حاله بتبقى يونيك نفسها، ممكن تلاقي ان الحاله ديت محتاجه شغل مختلف خالص عن البرنامج العام اللي انت عامله لكل الحالات. اوكي. وده اللي بيخلينا ان احنا دايما يبقى عندنا شغل جروب وشغل انفيديوال. تمام. غير بقى ان كمان رؤيتك انت لوحدك بتبقى رؤيه قاصره، انت ممكن تلاقي ان التمريض بيلاحظ حاجات انت ما بتشوفهاش. احنا الوقت اللي احنا بنقعده مع المرضى في الاقسام سواء المرضى النفسي او الادمان بيبقى وقت محدود جدا. التمريض ممكن يبقى عارف الحاله دي اصلا من سنين، انا ممكن ابقى دكتور جديد على المستشفى ما اعرفش تفاصيل كتير عن الحاله، التمريض ممكن يبقى عارفها. احيانا التمريض ممكن يبقى عارف كمان المريض ده كان بيتحسن على ايه، فيقدم لك النصيحه مثلا وانت بتشتغل في الادويه انك انت يقول لك المريض ده والله يا دكتور احنا عارفينه من زمان بيتحسن على الدواء الفلاني او بيتحسن. نعم. انت جيت متاخر يا دكتور محمد، وانا قلت في الاول ان انا هتكلم بشكل عام عن الادمان والنفس. دكتور محمد صبحي زميل دفعتي يعني، وهو جاي مخصوص عشان يدعمني في هذه المحاضره، وانا بشكره يعني. طيب
الكوميونتي منتال هيلث نيرس. كان في حكايه كده كنا سمعتها مره من حد من الدكاتره عن اهميه الكوميونتي نيرس. كان في حاله سايكوتيك، المريض بيشتكي دايما ان هو بيسمع وش في ودانه، تمام؟ فالموضوع اتشاف على انه هالوسينيشنز، اوكي؟ بس لاحظوا ان الموضوع ده ما بيحصلش غير وهو في البيت بس. اكتشفوا لما النيرس اللي هي كوميونتي نيرس راحت البيت، اكتشفوا ان في مشكله عنده في السباكه، هي اللي بتعمل فيه صوت في الجدار بيعمل ش ش ش. فالمريض قاعد ياخد انتي سايكوتكس عشان الموضوع ده، وهو اصلا ما كانش فيه سايكوز، بس عشان حد دور ورا الموضوع بشكل يعني. ان احنا كمان ساعات بنسال كده سوبرفيشالي كده عن الهالوسينيشنز من غير ما ندقق فيها، وما عندناش الكوميونتي هيلث ده منتال نيرسينج، فالموضوع اكتشفناه بالصدفه، تمام؟ الدور بتاع المنتال هيلث نيرسينج في الكوميونتي مهم جدا، وده يمكن بدا يتفعل بشكل بسيط في النفسيه، تمام؟ بدا الناس تروح للبيوت تشوف الحالات، تتابع العلاج بتاعهم. بدانا نشوف كمان احنا ساعات بيجي لنا يعني مثلا في حاله من الحالات لما الناس كانت بتتمنع من دخول العياده، يعني الاهل كانوا بيجوا عشان يطلبوا العلاج في العياده الخارجيه، واحنا لازم بنشترط ان لازم المريض يكون موجود طول الوقت، والاهل يكلموا لا المريض عنده ظروف معينه ما نقدرش ان احنا نجيب الحاله كل مره، ما نقدرش نجيب الحاله في العياده. فعلا لما رحنا الناس من الزملاء هنا راحوا وشافوا الحاله في البيت، لو ان فعلا الحاله ما ينفعش انها تيجي المستشفى. طيب فالناس لما راحوا شافوا الحاله في البيت لقوا ان الحاله ما ينفعش انها تيجي خالص، وده ممكن يبقى دورنا ان احنا نوصل العلاج لحد المريض في البيت، ان احنا نشوف ظروفه الاجتماعيه. التمريض بيعمل الدور ده، تمام؟ ولما نشوف كمان شغل السوشيال وركر هنلاقي ان ده جزء من السوشيال وركر، لكن التمريض دوره ان هو الكي بيرسون. السوشيال وركر ممكن بيعمل التقرير بتاعه مره، لكن النيرسنج ستاف هو اللي بيروح اكتر من مره، ويبقى اتاتشد بالاسره، بيبقى وكانه جزء من الاسره دي، تمام؟ عندنا مشكله شويه في مصر ثقافيه مساله المريض النفسي. لما حد بيجي له من المستشفى النفسيه ساعات الاهل بيبقى بتواجهنا مشكله في المساله دي ساعات، ان لما بيبقى الفريق بيروح البيت لا احنا مش عايزينكم تيجوا تاني، تمام؟ لان موضوع المريض النفسي ان حد يروح له البيت وخلاص يتوصل بالشكل ده ساعات بيبقى بنواجه رفض المساله دي، تمام؟ لكن الحقيقه هو افكتيف جدا، وفعلا انا شفته هنا في المستشفى مع الحاله دي، الحاله اللي هي ما كانتش تيجي العياده وكانوا رافضين يصرفوا على العلاج، لما الناس راحت بنفسها وشافت الحاله الامر بقى فيه يعني تساهل بشكل كبير. السوشيال وركر، احنا عندنا هنا السوشيال وركر هو المفروض بيعمل التقرير الاجتماعي عن الحاله، زي ما قلت هو اللي بيعمله اول مره. المفروض ان هو بيقدم الدعم الاجتماعي للحاله. احيانا بعض الحالات بتبقى عندها مشاكل، مثلا في ما عندهاش دخل، ما عندهاش وظيفه، بيبقى عندهم شبكه علاقات، وفكره التواصل. التقرير اللي بيطلعه الاخصائي الاجتماعي عندنا في المستشفى بيبقى تقرير ابروفد، يعني انت لو قدمته في اي مكان بيبقى معتمد. لو قدرت تقدمه لاماكن خاصه بالمعاشات وحاجات زي كده، المرضى بيقدروا ان هم يعني ياخدوا حاجه زي كده، يعني ياخدوا معاش بشكل كويس، تمام؟ هو كمان اللي بيعمل الفاميلي ميتنج، تمام؟ بيقدر يعمل كوردينيتنج مع باقي الفريق، تمام؟ لو احنا احتاجنا حاجات معينه نشتغلها مع الحاله. ساعات احنا ما بنبقاش شايفين الجزء الاجتماعي ده في الشغل بتاعنا. احنا تقريبا كلنا ما حدش بيبص على التقرير الاجتماعي بتاع المريض. تقريبا ما بيتعملش بشكل لازم، يعني بشكل كفء. لكن مهم ان هو يتعمل. زي ما قلنا ان احنا مالتي مودال مانجمنت ومالتي فاكتوريال ديس اوردرز، تمام؟ احيانا تبقى المشاكل الاجتماعيه هي السورس بتاع المرض بتاعنا. اوكي؟ الحملات اللي بتتعمل في الكوميونتي، السوشيال وركر اللي بيعملها. احنا ممكن نشوف في الاطفال مثلا، الناس الزملاء في الاخصائيين الاجتماعيين بيروحوا المدارس، بيروحوا
بيروحوا الجامعات، بيروحوا النوادي عشان يدوا محاضرات. ده جزء من الرول بتاع السوشيال وركر ان هو يروح الاماكن ديت، تمام، كنوع من التثقيف المجتمعي، وبعد كده ده يحمينا من المرض ده يحصل اصلا. يعني الكلينيكال سايكولوجيست، كلينيكال سايكولوجيست احنا بنحتاجه لاكثر من حاجه. هو بيساعدنا في الدايجنوزس من خلال التولز اللي هو بيستخدمها عشان كسايكومتري، تمام، وبنحتاجه كمان في الانديفيديوال سيشنز، تمام. انا ممكن كسايكايتريست مابقاش عارف استخدم كل التولز بتاعتي، يعني انا ممكن ما اعرفش اعمل سي بي تي، اوكي، كلينيكال سايكولوجيست ممكن يبقى قادر يعمل ده، تمام. ومهم ان هو يبقى معايا حد كلينيكال سايكولوجيست. انا مش هعرف استخدم كل التولز، احنا ممكن كل مريض يبقى محتاج حاجه معينه. احنا عندنا دي بي تي، عندنا سي بي تي، عندنا جروب ثيرابي، تمام، عندنا سايكوثيرابي. انا ممكن ما ابقاش عارف اعمل كل ده، فبقى على الاقل عارف انا هوجه المريض لمين. الكلينيكال سايكولوجيست دوره ان انا هستعين بيه في اماكن، في حاجات زي كده، لان انا ممكن ما ابقاش انا بشايف المريض محتاج دي بي تي بس انا ما اعرفش. في ناس بتفضل تعافر معاه وبتفضل تحاول معاه، وده حرام يعني، اوكي. فانت لو مش عارف تعمل حاجه على الاقل تحاول، مش غلط. وممكن انا اكتشف نفسي ان انا اتعلم الحاجه واكتشف نفسي ان انا ما بعرفش اعملها. ممكن اخد كورس سي بي تي، وفي ناس كتير انا عارف مهتمه مثلا انها لما تيجي المستشفى مهتمه انها تتعلم الحاجات زي كده، تمام، لكن ممكن تكتشف نفسك انك ما بتعرفش تعمل ده. كان في استاذ دكتور في جامعه عين شمس اسمه الدكتور فاروق بوطيف. دكتور فاروق بوطيف ما كانش بيعمل حاجه غير انه يكتب ادويه بس، لكن في نفس الوقت هو كان راجل بيعترف في كل وقت انا ما بعرفش اعمل سايكوثيرابي. ودي حاجه ما تعبش السايكايتريست، احنا في الاول في الاخر فيزيشنز، تمام. الحاجات الثانيه دي تولز انت بتعرف تستخدمها، اوكي، ما بتعرفش تستخدمها ما تعملهاش، ما تعملهاش تماما، واستعين باللي يقدر يعملها، اتعلمها واعرفها عشان تبقى عارف المريض محتاج ايه. لو ما تعرفش الحاجه ديت مش هتعرف المريض محتاج ايه. لو ما تسمعش خالص عن السي بي تي، ما تسمعش خالص عن الدي بي تي، ما تعرفش اي حاجه عن السايكوثيرابي، فالانسان مش عقلنا ما بيعرفش الحاجه اللي هو عارفها، يعني ما بيشاورش على الحاجه الا اللي هو اوريدي عارفها، تمام. زي احنا مثلا في شغلنا، احنا كل الحالات اللي احنا عارفينها بايبولر سكيزوفرينيا، لو قابلتنا حاجه ثانيه خالص هنحاول نلبسها السكيزوفرينيا او البايبولر، تمام. المهم ان احنا نتعلم كل حاجه حتى لو مش هنشتغل كل حاجه. كلينيكال سايكولوجيست ميزته معانا ان هو بيعرفنا الشخص كانديفيديوال لوحده. تمام. بالظبط. وبيجي لنا فيدباك بعد كده يقول لك المريض انا ما خفتش. تمام. انا ما اتحسنتش. في من ضمن الحاجات برضو ان المريض مثلا لسه كنت بعمل حاجه، المريض ما بياخدش الدواء في البيت. تمام. احنا ممكن كمان ما عملناش education للاهل ازاي تديله العلاج، تمام. هنا ساعات المرضى لما بياخدوا الادوية عندنا عشان بيبقوا داخلين في روتين behavior كده، يعني حاجة كده شبه conditioning. conditioning ده اللي هو الارتباط الشرطي، هو بياخد علاج في المستشفى ما بياخدوش في البيت. بياخدوا ليه في المستشفى؟ عشان هو متعود ان في حد بيصحيه في معاد معين بيجمعوهم في طابور ياخد الدواء فبيستخدمه. لما بيروح البيت الكونديشننج ده بيتكسر، الارتباط ده بيتكسر، ما بيقدروش ان هم يعملوا نفس الروتين ده. ساعات احنا ممكن يكون كل دورنا ان احنا نعلمهم ازاي تدي العلاج في البيت بس، تمام. ده النيرسنج الصف يعمله، ده السايكولوجيست ممكن يعمله، انا ممكن اعمله. والاهم بقى ان احنا لو احنا كلنا قدرنا نعمل ده مع بعض، الاوكيبيشنال ثيرابيست. انا لما جيت قريت عن الاوكيبيشنال ثيرابيست لقيته في حاجات شبه في لايف كوتش بيعمل نفس الرولز، الاوكيبيشنال ثيرابيست بيعمل ده، سوشيال وركر ممكن يعمل ده، تمام. عشان كده لما جيت ادور لقيت ان انت الفريق بتاعك على قد ما تقدر انت تعمل اكبر عدد ممكن من الناس اللي يقدروا يمسكوا كل البوينت. لو ما عندكش ده فممكن تلاقي الحاجات متداخله، تمام. دي برضو بتعزز فكره ان احنا تيم، في الاول في الاخر تيم. هتلاقي الشغل بتاعك
بيكملوا زميلك، وتلاقي ان الرولز هنا موجوده وهنا موجوده تمام، بس هي بتاعت مين بشكل اساسي. الاوكيبيشنال ثيرابيست ده موجود في تخصصات كتير تمام. الناس اللي بيبقى عندهم ديسابيلتيز مثلا معينه فيزيكال ممكن بيحتاج الاوكيبيشنال ثيرابيست ده ان هو يساعده ان هو يقدر يرجع يتحرك تاني من خلال التعاون مع الفيزيكال الفيزيوثيرابي تمام. ممكن يكون الشخص بس محتاج ان هو يتعلم مهارات جديده عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر فانكشنينج. احنا ممكن نحتاج الاوكيبيشنال ثيرابيست ده في المرضى النفسيين بس عشان المريض يرجع يخش حمام بس لوحده. دكتور مشكله الاهل كلها بتجي لك تقول لك والله المريض عندي ما انا تعبان منه ان هو ما بينضفش نفسه وما بياخدش العلاج. الاوكيبيشنال ثيرابيست ممكن يبقى دوره ان هو يعلمه السكيلز بتاعت الديلي لايف. في الادكشن برضه احنا محتاجينه عشان ساعات مثلا تبقى عندنا مشكله ان هو الراجل يقول لك انا كل مشكلتي مثلا هو ما بيشتغلش تمام، فهو محتاج مهارات معينه عشان يقدر يرجع يشتغل تاني، عشان يرجع يبقى فانكشنينج تاني. اوكي سيلف اويرنس انتر بيرسونال سوشيال سكيلز. طيب انا امبارح بصراحه لما جيت اقرا الموضوع ده لقيت الموضوع نموذجي قوي تمام، وحسيت ان انا جاي اتكلم في حاجه يعني ايديال بشكل كبير تمام. بس وحتى فكرت قلت طب انا هكلم الناس في حاجه هم محتاجين ان هم يشوفوها على ارض الواقع يعني. لكن في حاجه انا اتعلمتها زمان كده اول ما جيت المستشفى، كانش في المستشفى انا قسم تاهيل للمرضى النفسيين، ولما كان بدا الناس تحاول انها تعمل حاجه في موضوع التاهيل ده كان في ناس بتقابلهم بتريقه وبتهكم ان الموضوع ده مش ممكن ما يبقاش مفيد. لكن اللي شفته ان احيانا ان انت ممكن ترمي بس مجرد حجر ويحرك الميه، مع الوقت الامور بتختلف، الموجه بتحصل، موجه التغيير بتحصل. من 10 سنين ما كانش في الشكل اللي موجود ده في شكل المجتمعات العلاجيه في مرضى الادمان، ما كانش فيه التعاون البسيط حتى اللي ما بين الفريق ده، وجود الاكس ادكت، الناس المتعافين اللي كمان بقى في منهم ناس ويل تريند بشكل ممتاز جدا وبداوا نعتمد عليهم بشكل كبير. النتائج اللي بدات تحصل ديت في علاج الادمان دي ما كانتش موجوده زمان. حتى لو الشكل ده مش شكل نموذجي فعلى الاقل احنا نبقى عارفينه، احنا اللي ممكن نصنع الموضوع ده مع الوقت. احنا مع الوقت احنا كلنا تقريبا سننا قريب من بعض، والايام اللي جايه بتاعتنا يعني احنا اللي نقدر نصنع الفرق ده. كل واحد فينا هيبقى هيد لتيم، كتير مننا بعد كده بيشتغلوا في اماكن علاجيه، ممكن في ناس كمان بتدير اماكن علاجيه، في ناس ممكن تجي لها الفرصه انها تبقى موجوده هنا في المستشفى وتبقى مسؤوله عن اقسام. احنا مع الوقت احنا اللي اصحاب التغيير ده يعني، ونقدر نعمل التيم ده. وخصوصا ان احنا في المستشفيات بتاعتنا عندنا الفريق، فعلا عندنا فريق بس محتاجين ان احنا نشتغل مع بعض بشكل احسن. انا معرفش يمكن كان ليكم توقعات اكبر في المحاضره عن كده، بس اتمنى ان انا اكون على الاقل قلت حاجه تفيدكم بشكل جدا.